بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الخامس مع شرح درس جديد من دروس القراءة، وهو بعنوان نصر زائف. فما معنى النصر؟ النصر معناه الفوز، والزائف هو غير الحقيقي. الآن ما هي الفكرة العامة لهذا الدرس؟ هي ترك النصر الزائف يعني الغير الحقيقي، والبحث عن النصر الحقيقي. الآن نأتي إلى الفكرة من الفقرة الأولى، تغير في سلوكيات أحمد. إذن تغير في سلوكيات أحمد. نبدأ الآن بالقراءة وبيان معاني الكلمات. بكاء في منتصف الليل، من الذي يبكي؟ هذا هو أحمد الذي سوف نتكلم عنه في بداية النص. بكاء في منتصف الليل، إنه صوت أخي. من الذي يروي هذه القصة؟ هي أخت أحمد واسمها نورة. إنه صوت أخي الصغير أحمد، ترك سريره باكيا ليكمل نومه بجانب أمي. لقد أصبح هذا دأبه، ومعنى دأبه عادته، منذ أيام قليلة. ففي المدة القريبة الماضية أصبحت حاله تدعو إلى الحيرة، خوف وبكاء بالليل. إذن ما الذي تغير على أحمد؟ أصبح يخاف بالليل ويبكي كذلك، صراخ واندفاع وفوضى عارمة. ومعنى فوضى عارمة أي فوضى كبيرة في أثناء النهار. لم أعهده هكذا، يعني تقول لم أره هكذا من قبل. الآن ما هي الفكرة للفقرة التالية؟ مراقبة نورة وهي أخت أحمد أخاها أحمد. تقول نورة: في اليوم التالي راقبته خلسة، ومعنى خلسة خفية، يعني من غير أن يعرف، وهو يلعب، فأبدى عنفا وتوترا. ومعنى أبدى أظهر عنفا وتوترا غير معهودين، يعني غير معروفين عليه، فلم يكن من قبل عنده عنف وتوتر. فقد كان يرمي بسيارته الصغيرة باتجاه الجدار، ثم يقذفها برجله بكل قوته، فتتدحرج وتنقلب عشرات المرات لتستقر في نهاية المطاف على ظهرها، وقد انكسرت أغلب أجزائها. ومعنى أغلب أكثر أجزائها، ويتكلم هو عن السيارة. سألته مستغربة. الآن هنا نورة تسأل أحمد مستغربة: لماذا يفعل هذا الفعل؟ لماذا تحطم سيارتك التي تحبها؟ فلطالما كنت تحافظ عليها وكأنها جزء منك. الآن أحمد يجيب على سؤال نورة، فأجاب وفي نبرته، ومعنى النبرة هي الصوت، شعور بالانتصار، يعني كأنه شعر بالانتصار عندما كسر السيارة، وقال: كي أفوز في اللعبة فكلما كسرت سيارات أكثر حصلت على النقاط، لقد علمني سعيد على الجهاز. وهنا سعيد هو أخ أحمد الأكبر. يقول هذا أحمد أن سعيد هو الذي علمه على هذه الطريقة في العنف على الجهاز، والمقصود هو جهاز الحاسوب. كيف أقود سيارتي بسرعة وأصطدم بالحواجز وبالسيارات الأخرى وبالأعمدة على جانبي الطريق؟ هأنذا قد أصبحت بارعا مثله. الآن الفكرة من الفقرة التالية هي محاولة نورة حل مشكلة أحمد. تقول نورة: كان علي أن أفعل شيئا إزاء هذا الوضع. ومعنى إزاء أي اتجاه هذا الوضع المنذر بالخطر، والوضع المنذر بالخطر هو سلوكيات أحمد التي تغيرت وأصبحت كلها عنف. تقول: أخذته إلى غرفة أخي الثاني سعيد. إذن سعيد هو أخ أحمد الأكبر. فوجدته، ماذا كان يفعل سعيد؟ فوجدته جالسا أمام شاشة الحاسوب يلعب لعبة غريبة وعنيفة. كان يحرك بواسطة لوحة المفاتيح صورة رجل مسلح يختطف السيارات أو الدراجات النارية، يقودها بسرعة وتطارده. ومعنى تطارده أي تمشي وراءه سيارات الشرطة، فيصطدم بالحواجز والعربات، وتعلو أصوات المنبهات والأسلحة النارية والاصطدامات والفرامل وغيرها من الأصوات المزعجة. وكلما أفلت، ومعنى أفلت هرب، أي كلما هرب من الشرطة وارتكب شرورا أكثر حصل على نقاط إضافية تمكنه من الذهاب إلى مرحلة متقدمة وتمنحه فرصة أخرى للعب. ومعنى تمنحه تعطيه فرصة أخرى للعب.
ترافقه عبارات الشكر والتشجيع من كل ما على كل ما أنجزه من أعمال بطولية. الآن ما هي الفكرة من الفقرة التالية؟ نور توجه النصيحة لأخويها، يعني لأحمد وسعيد. تقول نوره: صدمت وأنا أشاهده مبتهجا، يعني فرحا بلعبته، ثم قلت موجها كلامي إليه. الآن تبدأ هنا نصائح نوره لأخويها. تبدأ النصيحة الأولى: العب، فهذا من حقك ومن حق كل الأطفال، لكن اختر لنفسك ألعابا مفيدة للعقل وللجسم والروح. العب، هذه النصيحة الثانية، فهذا من حقك ومن حق كل الأطفال، لكن لا تجلس الساعات الطوال أمام هذا العالم الغريب المحطم للأعصاب، ولا تدم النظر، يعني لا تطل النظر إلى ضوء الشاشة في أثناء لعبك، فذلك يرهق، ومعنى يرهق يتعب العقل ويقوس الظهر ويضعف البصر. الآن النصيحة الثالثة: العب، فهذا من حقك ومن حق كل الأطفال، لكن لا تغرنك، أي لا تخدعنك الانتصارات الواهمة، ومعنى الواهمة المزيفة غير الحقيقة غير الحقيقية، وعبارات الشكر المغشوشة التي تحصل عليها كلما خالفت قانونا أو حطمت حاجزا أو أحرقت سيارة، فهي تسحبك إلى عالم من الفوضى وتبعدك عن الخير والرحمة. إذن مثل هذه الألعاب يبعد عن الخير والرحمة، ويعلم الأطفال الفوضى والعنف، وتشجعك على العنف ومخالفة القوانين والتعدي على الآخرين، وتلقي بك في أتون الهلاك، يعني في أماكن الهلاك. لاحظوا هنا نوره واقفة أمام سعيد، هذا هو سعيد يلعب على شاشة الحاسوب ألعاب عنف، وأمامهما، وهنا أيضا يوجد أحمد الصغير الذي تعلم العنف من صديقه، من أخيه سعيد. الآن النصيحة التالية تقول له: ابحث في جهازك، ستجد ألعابا مفيدة وهادئة، وستجد كتبا ومعارف تساعدك في دراستك، وتجتاز بك مراحل في العلم لا مراحل من النصر الكاذب. فالنصر الذي يحققه وهو يلعب هذه الألعاب الإلكترونية هو نصر كاذب وغير حقيقي. حرر نفسك، هذه النصيحة التالية، حرر نفسك من هذه الجدران، ولا تحبسها بحثا عن نصر زائف. وقلنا النصر الزائف هو الفوز غير الحقيقي. وانطلق بعقلك وجسمك وروحك لترى الحياة بعين أخرى. اجعل إرادتك تنتصر، ولا تتركها تضعف أمام جهاز الحاسوب. ففي الحياة أمور أخرى تستحق الاهتمام، يعني لا يجب على الإنسان أو على الطالب أو على الأولاد أن يجلسوا ساعات طويلة أمام الجهاز، بل عليهم أن يهتموا بالأهل والأصدقاء، وكذلك الدراسة والرياضة والمطالعة وغيرها. علم أخاك الصغير كيف يستفيد من جهاز الحاسوب، ولا تبعث في قلبه الصغير، ولا يعني لا تبعث لا تنشر في قلبه الصغير الرعب، ومعنى الرعب الخوف. ألا ترى أنك جعلته ميالا إلى العنف والفوضى؟ ميالا يعني محبا للعنف والفوضى. وقد عهدناه لطيفا وديعا، عهدناه أي عرفناه، يعني هذا الطفل أحمد قد كان لطيفا مسالما، لكن هذه الألعاب الإلكترونية علمته العنف والفوضى. الآن النصيحة الأخيرة: واعلم يا أخي أن الانتصار يكون بالعمل الحقيقي وليس بالأزرار والأوهام. إذا كيف يكون الانتصار الحقيقي؟ الانتصار يكون بالعمل الحقيقي وليس الألعاب الإلكترونية. وأنت بارع في العمل على الحاسوب، وعليك أن تستغل هذه المهارة في أمور مفيدة تعود عليك وعلى من حولك بالنفع والخير. الآن الفكرة من الفقرة التالية: ندم سعيد على أفعاله. تأثر سعيد بكلامي وبدا عليه الندم، فقد أدرك بمعنى عرف أنه قد أضر بأخيه، وأهمل دروسه وصحته، وابتعد عن أسرته وأصدقائه، وحبس نفسه بين جدران غرفته يبحث عن نصر مزيف. ثم قال بعد أن استعاد هدوءه: ماذا قال سعيد؟ معك حق يا نوره، لن أحبس نفسي مجددا في هذه الألعاب، سأنطلق إلى أهلي وأصدقائي وساحات اللعب الحقيقي،
فقد افتقدتها كثيرا. وأنتم كذلك أعزائي الطلبة، عليكم أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن تقللوا من اللعب على الألعاب غير المفيدة التي لا تعود بالنفع عليكم، وعليكم أن تهتموا بالألعاب الرياضة مثل كرة القدم، الألعاب التي تعطي الجسم القوة والرشاقة وكذلك العقل، تجعل العقل قويا، وتجلسوا مع أسركم ومع أصدقائكم وعائلاتكم، فهذا هو النصر الحقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.